يعني التحقيق لليوم ما عرفنا مش من مسؤول. بعد ما جاتهم الفرقة هذيك من القدير هي اللي قتلت عيسى، واللي راحوا البارحة مودي رجعوا من قريب من عود الماء، رجعوا قراب للقرية لقوا ثمانية جابوا رجعوا وعادوا بهم لهنا البارحة مودي. منطقة سطيف وبرج بوريريج معروفة بسهولها الزراعية وقمحها المشهور بالقمح البليوني. الكولون فيها مشهورين بالعنصرية والدموية. نذكر مجازة 8 ماي 1945 و 45 ألف شهيد. هذا الكولون في 1954 كانوا ما زالهم يفكروا بنفس العقلية بأن القمع وحده يقضي على الثورة كما في 1945. تخريب اقتصاد الاستعمار كان من أولويات الثورة. هذا مجعل ضربات الثوار تتركز على مندم الفوسفات. المندم يتوقف تماما في جويليا 1957. كان من بين العمال اللي في النهار شغال في المنجم وفي الليل فدائي، وللانتقام من العمال والنقابيين الكولون وضعوا قوائم تحمل أسماء كل المرشحين للتصفية الجسدية، وهكذا أصبح المنجم المخرب أكبر مذبح في المنطقة. بولار مهندس المنجم يعرف المحرضين على الإضرابات، وما نساش إضراب 1950 اللي دام 3 شهور كاملين. ضوان وابنه ميشيو ديدي بوجول مينار وغيرهم تحت غطاء رابطة رؤساء البلديات يشكلوا الميليشيات ويستعملوا أنفاق المنجم كمقابر لجثث المعتقلين اللي استشهدوا تحت التعذيب. بوي جابوه لهون هزوه من تولي من عندي، قال لي الشيخ محتاجين وانت ما ريح. جوني في الليل نرقد انا والشيخ، كنا نقراو الحزب واللي قرينا، قال لي الشيخ محتاجينو الى انت ريح. جابوه هو بعمي بواحد اخر، جابوهم في الليل وداروهم هنا. وخويا لهيه هذوك البراك اللي هذو درتو بيدي انا، ذاك انا حاضر له نلقى البرنوس يطايش الفيزيتا ماشي هكذا وعين، وحنا نمشي على برا، حنا يديونا على برا نسمع فيها أميها يعيطها أميها ومن بعد قطع الكلام. ندروا 10 داوهم يمشوا بهم الأراف الكسرى صغادنا، نعرفهم صغادنا. داوهم الأراف يطيحوا في لامبيسكات العسكر، مات حتى الكابيتان تاعهم، مات الكابيتان مات من العسكر ولا هما ترقوهم. كي جا ليهم عسكري عربي العشوة الهون للمحابيس خبرهم، قالوا له الجماعة وراهم، قال المرة صراحة كذا كذا، والناس اللي داوهم نعرفهم من الزغادنا من عمروس. وتوا الدوار هذا كل منا بالفمي كل هذا سليجان وبالعلمي والعسامنا، وراه عندنا دواوير هذه كل بن حمادي هذه كل داروهم هنا. زوج خاوة بن سعدي العياشي والطيب، زوج خاوة العياشي والطيب، والأخرين لفامي بن شيخ صراح هنا لمهم كل تورقهم داروهم هنا. يا بس معاهم العبد الأخر كاين كي نضروا لنا ياسر، هذو عرفنا أسبابتهم، توعنا عرفنا أسبابتهم. هذه ثانية خشوا ليها حمادي الأخضر بن بعيطيش وخضراوي دحمان، جابوهم كتفين من هي وخشوهم هنا وتورقوهم في النهار والليل حامية. عم يدنق فيهم جاء عاود هنا في الجمع، أنا نعرفهم وشياب صورتو الحاج الأخضر بن معيطيش شايب دحمان، هذا كان محسوب ديليكي في الميناء تاع السانتيكا في الميناء، يجيبوا مضارب أخرى ويتورقوهنا ولا الفاصلة هذه اللي قلت لكم عليها حطوني عليها ربعة، قالوا لقينا فيها حتى هذوك دخلوا ليها الداخل، هذوك ما نضروهمش نضرو شافوهم برك، جاوا بعاد قالوا فيهم حتى مرا الشعر نتاعها. Thank you.
الفاسمات جمع فاسمة، كلمة يطلقها سكان المنطقة حتى اليوم على الأنفاق. الفاسمة تعني لا فوس كومين، الفاسمات تعني المقابر الجماعية. جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، جرائم طواها النسيان. سبعة من الصغادنا الثمانية المعتقلين يختفوا حتى اليوم، ثامنهم يساق مع سبعة آخرين هنا لهذا المكان المسمى دار البقرات. هذا الثمانية يمثلوا الزبير، كل دشرات هذه المنطقة، من الكتافة، من ولاد ليجان، من ولاد عمارة، من العوامر، من الغرايب ومن الصغادنا. هذا هو جابوهم هكذا كما رانا نمشيو كي لحقوا لهنا. حضر مع الشهيد بالعلمي عبد الرحمن اللي يطنا الفقار، هذا طالقين عليها اسم اللي يطنا الفقار. قالوا له يا بالعلمي عبد الرحمن سمعت لنا دار تاعك، وين جا وين راها؟ قال لهم اروحوا نعتكم، هو تحت في قبضة الله. كي لحقوا هنا قال لهم هذه هي دار تاعي، جاوا مقدمينه. الجماعة الشهداء يتبعوا في بعضهم هذا عقاب هذا. كي لحقوا لهنا قالوا وين راها الدار تاع؟ قال لهم هذه هي الدار. كوما شاو كش عقابهم بالبيشطولي للدماغ، اللي يحطها له في الدماغ الله يرحمهم ساكن يطيح في قلب الدار. ومن بعد جابوا عليهم الحطب والحنابل والفراشات وكبوهم من فوق وطلع من فوق، نحى القرمود ونحى العقد وطلق عليهم ليسانس وشعل عليهم النار، تحرقوكم كامل مساكن بكمل. هذه هي الدار بالذات بالعلمي عبد الرحمن بن عمو إرث ميرو شقيق، وبالعلمي عمار لضياف أحمد جوارهم، بن عامر المبروك تليجين الشعيبي، بن عيسى السعيد بن بوطاقية العربي زغدان الأخضر. في ثمانية سقطوا هنا، ترقوهم بالرصاص وحرقوهم بالنار، وهزيناهم كساع الشعب، هزيناهم بتحامينا فيهم، هزيناهم على البيبان فوق الدواب، وديناهم حوالي 500 متر البلاصة اللي ديناهم ردمناها دفناهم فيها يقولوا لها القماري، درناهم جميعي قبر فريد. هو اللي قتلهم اللي يطنا يقولوا يدق من الفقار، طالقين على اسم الفقار. حرق في الاد بخليفة هذو، حرقهم قدام هذه الجماعة ب 13 يوم. قتل في ولاد بخليفة معاهم الإمام، حرقهم ثاني نفس الشيء، قتلهم وزاد حرقهم. الأخضر بن شيخ المسؤول السياسي لقرية ولاد بخليفة كان هو أيضا من المبحوث عنهم. بعد الخيانة يوقع في قبضة الفقار. الأخضر بن شيخ ارتمى على حجرة وهجم على العسكر اللي كانوا مكلفين بحراسته. رد فعل أحد الحركة كان قتله، وهكذا أفشل الفقار في تحويله لبير حمودي. هذه دار الأخضر بن شيخ، هما كانوا هنا في المراحل، دخلهم هنا في الحوش، وهو خرجوه دخلوه معاهم، ولو خرجوه مطلعين فوق للعشا دايرة، هو كي ينقح وصارت الصايرة يشربوا الجنود. قلت لك القطنة وحده اللي ما خافش، أفانس أفانس، هو خرج دخل لك تاع الجامع، خرج قالوا لي العجيز الفوق اللي دخل في الحوش هكذا، وهنا قدموا الغاشي، قدموا له البيسه على فانبار تيرور، انسان صغير شويه، حط صبعه وشاف انسان كبير، يقولوا دوسنا دوسنا، هو طلع يحبس الضرب، وطل طلع عليهم عسكر عربي قال لهم على رشيتوا الماء على ارواحكم، قالها بالاخرى السيف ينقح بالحجر، وهنا قتلناه. كل ساعه ولا لوطنا طبعا الكرابيلة من على الصبيرة، هو رد بسوري طبعا الكرابيلة من على الصبيرة، هذه شوف العين اللي ماشي يحسوني، وخش الهون نسمعوا بالواحد طع بالواحد بالواحد.
احكم تندينا على بعضهم وطلقونا اللح والحطب وطلقوا النار والنار ثاني والدار تاع لوح وقديت كي جينا وبدينا بالماء الماء العين الغشي قوي والماء العين قوية غفلة الماء بيتنا عليهم هاك ما صينا نضرو فيهم ما يتعرفوش كون ما تعرفوش على الحنك هذا اللي طالع والدينا كان عامل في هذا المنجم هذا نتاع بير حمودي هذا كان عنده اختصام مع السيد بولار هذا اللي حاق المنجم هذا يعني من قبل 56 ومن قبل 55 وباقي كي لحقت ال 55 56 بويا هذا حب يطلع طالع للجبل طالع للجبل عطاه المسؤوليه تاع العزه قالوا اطلع سير فيه العزه قالوا ما تروحش سير فيه حتى بلاصه الا صياده هذه وهم جايين جماعه نتاع جماعه جنود خليهم يفوتوا هو بالفرحه هذيك وسمعت عطاو السلاح هزوا في يده في ديك الليله هذيك وجندو مشى كي مشى لحق الصياده هذه عيط له قال له شكون قال له رواح صالح هو قال له رواح هو ما راه مستعمر نتاع هو من الاستعمار الحق مسكين هو انا يعني يتحكموا بليد وراه من الجماعه قال له مش من الجماعه قال له يلا قدامنا وهم على بالهم وراهم رايحين البلاصه اللي قاصدين اللي راهم بالجماعه فيها قاعدين على بالهم بها وين لان عندهم اتصالات كي لحقوا قدام اللي عند العنقريب يلحق الجامع بقات واحد 500 متر 600 متر للجامع هذاك عيط كان عمر حجي هذا على العسى عيط قال له ما تستناش نقع انا حكمنا قال له نقع انا حكمنا بكلم يعني بكلام كبير قال له نقع انا حكمنا هذا حد كذا ينقح الرجل القبطان حكموا بين كتافهم متدرق به ويدز فيه القدام العسكر لاحق ضربه مسكين ولا كي العين كي طاح ثم طاح القبطان وصارت المعركه تكلم الرصاص وتكلم الدنيا الجماعه هربوا هو قاعد مسكين ثم في الناقر هذاك تاع الماء بيت واحد السيد مواطن نقندو ثليجان هذا بيت هزو على ظهره ويدور به كي طلع النهار جابوه حطوه في الدار احنا نديروا حاجاك في النار هذيك وما حملوك وكرعيمك وكرعومك وكرعيم زوج مكسورين هو كان جده هذه مو قال لها يما قال لها اليوم العسكري قال لها فرنسا جيت تقتلني اليوم قالت له يقتلوك لكش ما يسالوك هو مساك ناس نية قال لها اليوم يقتلوني احنا دايرين بيه هكذا دايرين بيه العسكر الحق قال فرنسا جات غطى راسه قال لهم خرجوا عليا غطى راسه كي لحق العسكري يجي للدار هذيك احنا خرجونا برا سرجونا هكذا وحكمنا زوج عساكر هو تشوف كي دخل ليه عرّوا على وجهه قالوا قالوا شح قالوا الصالح في النهار قالوا في الليل قالوا في النهار عندي يا قالوا في الليل فلاق كي جبدوا هو مكسور من كرعيه كي جبدوا مسكين زاق قال اه حطوا قدام الباب وجاب القش تاع الدار حطوا عليه هو يتفرج بعين مازال حي جاب البيدون تاع ليسانس كبوا كب البيدون تاع ليسانس هذاك هو مزيت هكذا يتحرك يعني يهدر مسكين هو حط نقعوا كي نقعوا باقي حي طلق النار طلق النار شعلت النار هذه مو هذه تحت عليه هما يطلع عليه والعسكري يجي يهز عليه حرقوا باقي تخبط كذا جا واحد مسكين واحد الابلي من هيجري عربي هذاك كنت نظن وهرانيا جا طول زاد وعطى له حبه قالت له قالت له جده علاه علاه قال له خليه مسكين يتحرق وحي وعلاه وعلاه هذا المستعمر بولار هذا ما حرقش غير بوي انا حرق امه حرق امه حرق امه كامله حرقها حرق بالك فايت الالف اللي حرقها بولار هذا فايت اللي يحكموا يحرقوه غابه يخطو برصاص لا ما يشبعش برصاص يزم يحرقوه بليسانس
يجي زياره، قولوا في الربع شهور خمس شهور يجي خطره، يجي في الليل كيقعد في الدار المديره، لا لا كاين العسه ما يرجع حتى لوحده ولا ساعتين، واللي يجي ينظر من هي ينظر على الشعبه منا الجرب وما تواجهش، ويجي منا يدخل للكازمه هذيك داير شيحه، وكازمه هذيك تكفي واحد برك خدمة لخوه ما تكفيش بزاف. والصباح كانت الدار تاعو هذيك هي تاع القرموط، ومو كان يقول هذا حط الغراب على الكيفين عارفي ما حطش عارفي بلي كاين العسكر، ولا حط الغراب هاي العافيه، امو تستنى نص النهار تولي تجي تولي تلوح له كتانه بيضاء فوق الباب، يولي هو ينظر منها ويجي ما يشوفو حتى واحد تسويت يكون هنا، ولا عاد لاحظو الكتانه الحمراء هذيك ما ينظرش مره. والصباح اللي تيبت امو مو عندها دبي معزات وهذيك تاع العرش تجيبهم مع الطريق الطريق لهنا، حتى لهنا ذهب الجرب ما يواجهش الجره لهنا، ولا شافت كاين العسكر وضر الحاله وهي ال 12 والله هذيك تولي تسوق بها متلوح من هي، ودير قالي تلقات في الحطب وتجيب له الماكله ساعات نجي معاه، يبقى هو نضر راسو على الكاز ما هكذا، وهي راهي تهضر معاه يهضروا واش يحكيو يحكيو يحكيو، تولي سرجي قال لي تروح كيصيد العسكر يولي يجي ربع هو يومين ثلاثة في الربع شهر خمس شهر يومين ثلاثة. وكي مات جات امو جاو راني شاف احنا صغار جاو الجنود الهم